منتصف النهار ويسعد مساءكم بالخير وصباحكم هم بالخير، واكيد متواصلين وياكم متابعينا الكرام. طبعا يسعد صباح شرق غدوة تامر، واهلا وسهلا بكم بالساعه الثانيه. نعم. او صباح الخير عليك ميس. عندي سؤال. نعم. ارتفاع وانخفاض درجات الحراره، ومثل ما نعرف انه المتنبئين باحوال الطقس قالوا انه شهر اذار او منتصف شهر اذار راح ترجع بانخفاض درجات الحرارة. نعم. وأكو خربطة بالجو، يعني أمطار أكو نزلات برد راح تكون، هذا راح يأثر على الطاقة الإيجابية وأيضا السلبية للأبراج بصورة عامة ولا لا؟ أو يأثر عليها؟ يعني أفهم من سؤالك باختصار شديد، هل انخفاض درجات الحرارة نعم. مرهون بحالة الفلك نعم. مثلا نعم. أو المتنبئون تحدثاً عن انخفاض في درجات الحرارة، هل له علاقة بحركة الأفلاك مثلا؟ نعم. هيش كلامك؟ صح. تعال خلي أسولف لك وباختصار شديد وتعليق كلش صغير ومداخلة. اي نعم راح يتأثر. واي شنو السبب؟ لانه المريخ راح ينتقل يوم 25 اذار مارس في مولود السرطان. نعم. وهذه هي اكبر المسببات لانخفاض درجات الحرارة، وهي فترات مائية بامتياز. نعم. نعم يتأثر. يعني تأثير ايجابي. أكيد إيجابي. تمام تمام يا ميس، إحنا نتركك مع مشاهديش وأيضا متابعيش والاتصالات. شكرا لك. شكرا جزيلا. أهلا بكم متابعينا الكرام، وخلونا نكمل على التعليق والمداخلة الحلوة اللي كانت مع زملائنا بالاستوديو مدى تأثير طبعا نزول المريخ في البرج المائي لو هو السرطان. هل له محاذير هذا السرطان؟ هل هناك فترات صعبة يشهدها السرطان على اعتبار أنه المريخ هو كوكب صعب، كوكب المعلم الصارم؟ مدى تأثيره على جميع الأبراج المائية في يوم 25 آذار مارس، وهل تتأثر الطبيعة أو المناخ بهذا النزول؟ ما مدى صحة أخبار المتنبئين للأجواء أو حالة الطقس مرهونة بحركة الأفلاك؟ إيه نعم، نشهد انخفاض وانخفاض جدا واضح، وقد يكون هذا الصيف مو حار لاذع مثل الفترات اللي ربما مضت، لكن بالواحد ستة ربما تكون انحباسات حرارية جدا كبيرة، وهذا ما راح يخلف طبعا مريخ طبعا السرطان المتواجد هنا، ربما نشهد تسونامي أو أعاصير جدا قوية وبفعل المنخفض الجوي اللي راح تشهده واللي راح طبعا مسببه هو المريخ في السرطان. تمام، إذا هذا بما تحدثنا عنه من الأخبار المهمة، لكن بعد القمر مستمر واليوم للـ 24 ساعة في مولود طبعا السرطان المائي حظوظ جدا إيجابية وجميلة، تستمر المائية إلى نهاية النهار في منتصف الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد، سادسة ونصف ينتقل القمر إلى محلة أخرى، طبعا راح تكون هذه المحلات أنا ما راح أنوه عنها بس لحتى أنه نعرف إن شاء الله يكون حصري من خلال الفقرات القادمة. يلا متابعينا الكرام باختصار شديد نروح إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم ومدى تأثيرها طبعا على حالة الفلك واليوم الجو بشكل عام مع اتصالاتكم ومشاركاتكم. يلا نقول أول ألو معنا. ألو ألو يسعد صباحكم. صباح العافية. صباح الخير ميوتة. مية هلا الغالية حبيبة، مية هلا عيني، منو معانا؟ حبيبة قلبي سمعانك، أنا أم عبد الله من الأنبار. حي الله أم عبودي الغالية، وينك أخبارك؟ والله أدق وأدق بس ما حصل. يلا اليوم إحنا كلش سعيدين بسماع صوتكم الغالي. الحمد لله الحمد لله. حبيبتي. ميوسة حبيبة قلبي. طيب عيوني عيوني معبودي، شلون أساعدك؟ تسلم عيونك. أريد برج بنتي بس تفصلي يا بالتفاصيل. يلا صار أمر، تفضلي. مواليد 99. أي نعم. 15/10. 15/10؟ أي نعم. تمام. نحن متفقين انها من مواليد الميزان. تمام، الزهرة حاكم بيتها، شو راح تسألينا عنها؟ عن الصحة والنصيب. طيب، الصحة والنصيب. يلا، أنا بس أسأل سؤال، شو اسمها البنت؟ شهلاء بنت بان. شهلاء بان. طيب، أم عبد الله. وياك. فيما يخص شهلة. شهلة بالهمزة ولا باللاء المقصورة؟ همزة شهلة. شهلة. هنا شو تسوين إذا تسمعين من عندي كلام؟ السبب هو عامل الاسم. ناديها باسم شهلة وليس شهلاء. شهلة. واضح؟ واضح. شهلة بألف الجلالة.
بألف الجلالة. خل تاخذ الحرف أو الاسم لأنه هو بصراحة كلش واضح على هذه المولودة. بداية هي تعاني مساء الصحية الآن؟ إيه والله إيه. تمام؟ تمام ست. شوفي الوضع متذبذب مع هذه المولودة. حتى أحيانا الحال ما يكون لوضع صحي، قد يكون وضع نفسي، لأن هذه الآن وكأنه في طاقة نفسية صعبة أو مرة بطاقة نفسية، لأنه في شيء يعني في ضغط، في شيء ضاغط نفسي قد يكون لا شعوري. هذا كله بحركة طبعا الأفلاك ومدى تأثيرها، ولسه تستمر هذا شوية ضيقة الخلق، الوضع النفسي مع عارض مرضي شوية. فقط الميزان هنالك مواجهات من بعض الأفلاك قابلتها، لذلك جعلتها بهذه الحالة. لل 48 ساعة القادمة إن شاء الله راح تكون الأمور أحسن، قد تكون الباتشر وبعد باتشر، خلينا نقول 48 ساعة القادمة هي لسه فارضة محاذير عليها، لأنه القمر راح ينتقل في مولود الأسد، مما يعني أيضا مواجهات للميزان. يعني كل الأبراج خلي يعرفوا أنه الميزان ما يناسب قمر الأسد بالمطلق، يعني إذا نزل في محلة ما راح يناسبه بالمطلق، لذلك خلي يعني شوية تكون حذرة، أو ربما باقية هذه الطاقة لسه شوية بأذيتها. 48 ساعة القادمة لما ينتقل من الأسد إلى العذراء في هذا الموضوع، نرجو أن الأمور تكون شوية بخير ما يرام، لكن أنا ناطرة فلك معين. لو حصل هذا الفلك في اقتران العذراء لسه باقية 48 ساعة القادمة في العذراء، أيضا قد تكون هي مقابلة هم صعبة إلها، بس ما تقلقين إذا بقت هادئة الأمور تعدي سلامات. هذا فيما يخص الوضع الصحي وما تقلقين منها. لكن العذراء وقمر العذراء اللي راح ينتقل في العذراء ماذا يعطي لمواليد الميزان؟ هنالك رفعة، تقدم إيجابي، شيء جميل، أمور جدا ممتازة. شوفوا مواليد العذراء مكانة ومنصب، انتقالة إيجابية، أخبار حلوة ونقلة نوعية وارتباطات وقرانات. اصلا العذراء اليوم محلقين متابعين الكرام، غير عن كل الابراج. ايش عليها العذراء بالميزان؟ لا شلون، حاكم بيتها عطارد وهو في الحوت، تمام، واليوم منزله مائيه. هذا الموضوع لي اخبار كلش ايجابيه للعذراء. احنا مو كلامنا العذراء، نحكي عن الميزان. اي هو العذراء راح يكون بيت القصيد للميزان. هسه راح نكمل على الميزان اكيد من خلال اتصالاتكم ومشاركاتكم متابعينا، وروح الى اتصال هاتفي اخر ايضا. الو الو، صباحكم. هلا وحبيبتي ست مي، شلونك؟ مرحبا حبيبتي، منوعانا. هلا وحبيبتي، اني اشراق من بغداد. اشراق من بغداد، الله على الاسم الحلو حبيبتي. هذه الاسماء والله عاشت ايد، اسم الماما سمتك عليه. الله يخليك حبيبتي. اول مره تتصلين اشراق؟ لا والله انا متصله مرتين، ومرتين اتصلت على مود بنتي، وهسه همين على مود بنتي. يلا تفضلي، حياك الله. هي 30/5 اسمها روان. طيب 30/5/2008. خليش معايا ثواني. نحن متفقين انه 30/5 هو مولدة الجوزاء. اي نعم. يلا ايش قد العمر؟ 2008 عمرها يمكن 14. ايش قد؟ 2008 هي مواليد. 2008. اي نعم. طيب 2008. بس اسالك سؤال، تعاني من مناطق صدرية هاي؟ مريضة بشيء او كانت تعاني من مسائل صدرية وتشافت منها؟ لا هي شويه يعني بوقتها، يعني قبل فتره صارت عندها مثل الخطوط يعني، وراحت الحمد لله. وجت فتره همينه جسمها صار به هيك طقع، قالوا عليها همينه فد مرض جلدي. لا بس يعني يروح ويجي يعني. اي هذه تعرفين شو تسوين؟ تروحين تفحصين ماده الكالسيوم او الاملاح او المعادن او المغنيسيوم، او شوفي شيء نقص في جسمها من هذا الموضوع. هي عندها مرض يعني نقص ثلاسيميا وراثي. صح كلامي؟ فقر دم عندها، بس يعني مو حامله للمرض، يعني مو عندها المرض حامله. اسمعيني، هذا العنصر المهم الخطر اللي يشكل هذا الوضع، ربما بعد فتره تشوفين ازرقاق، ربما تكون طق، شلون احنا نقول دوائر زرقاء مائله الى الحمراء او للزرق او الى تخثر الدم تحت الجلد. حصل ولا ما حصل؟ هي يعني قبل سنوات صارت. صار هيك بالفتره الاخيره يعني تطلع زراقات، يعني مثلا برجلها او بايدها يعني، وتروح. كلامي صح؟ وتروح. كلامي صح؟ صحيح. خوش، تروحين تسوين تحليل، هذا نقص عندها.
مع نقص المناعة لفقر الدم راح يسبب لها لا سمح الله. ما هي الوراثة عامل إلى دور كلش مهم يا حبيبتي يا قلبي أنت يا ست إشراق الغالية. حبيبتي أنت الآن غافلة عن نار تحت الرماد. أنت الآن يعني ما تعرفين متى راح تشتعل هاي النار بسرعة ببجك. واضح؟ أنا ما خوفك أنا اللي قاعدة قدامك ما أعرف بأي لحظة يصير عندي فد عارض. هي هاي أفلاك، هذا هو الموضوع اللي عرضه. هي بالنسبة لها يعني الشمس أبد ما توالمها، دائما بالصيف جسمها كله يصير أحمر. أها يعني بالشمس ما تقدر تطلع بالشمس. وياك شو تسوين؟ تروحين تسوين تحليل. أنت حتقولي لها هي عندها طقع زرقاء تحت الجلد. هذا نقص معدن بالجسم. هو راح يقول لك شنو النقص هذا اللي بيها. راح تاخذين التكميلية وذاك الفقر الدم او عوارض فقر الدم هاي ما تخافين من عندها. هي بس تعدي سن العشرين هذا الموضوع بالمطلق يروح منها، يعني عامل فقر الدم. واضح؟ بس هسه مع هذا الموضوع وهي حامله لهذا الموضوع لازم انه تروحين تعدلين النقص اللي بالجسم، لانه التعادل معه يكون لك موضوع ويساوي موضوع اخطر. اوكي؟ فبما انه هي في طاقه خطر ولذلك اغلب الافلاك والابراج اي شيء في حياتهم يبدي يبين راسا يطلع لك. خب انا ما ادري ما اعرف ان عندها زرقاق ودم وجسم صح؟ انا بس ردت اسالك، هي يعني كلش متمرده يعني ودائما دنيا طالعه من عينها. ساعه الولاده دائما طيني يعني ساعه الولاده بين العشره 11 10 الى 12 يعني مساء اي بالليل ويساوي ما اقدر اسيطر عليها يعني فد هذه ما تسمع كلام رافضه دراسه. شنو اسمها؟ اسمها روان. شوفي اولا الالف مع الراء هي بدايه الاختلافات في يعني بدايه الاختلافات او التمرد، يعني الراء شويه الى علاقه. اضف الى هذا الموضوع ساعه الولاده في ساعة عطارد مرة تشوفين يعني أنت أحيانا تشوفين من عندها تصرفات مستعجلة تصدمك منها، مرة تشوفيها تاخذ قرارات أنت تنصدمين منها ولا تتركش حتى خيار الاختيار أو المدانشة أو المناقشة. لا أبد ما تتناقش. ومرة تحسيها أنه تراجعت، إيش وقت تتراجع باوعي؟ كل تفاصيلها مرهونة بساعة الولادة ألا وهو عطارد. مرة تشوفيها شديدة جسورة ما يعني سوري عذرا للالفاظ تشعريها وقحه كلش، ومره تحسيها خلاص ما بدها تروح لاي شيء، خلاص انا يعني قاعده انتهى الموضوع ما لا لا، هذا كله بفعل ارتفاع عطارد وانخفاضه. فلذلك ساعه الولاده كلش مهمه في حياه الافراد والاشخاص اللي احنا نتحدث عنهم. بس اسمعيني، من بعد سن ال 25 هذه البنت عندها تحول كلش حلو بحياتها. اسمعيني معايا ست اشراق؟ اي نعم حبيبي. بقدر مدى التمرد وهذه الحاله اللي وياك راح تصير حاله تعلق شديده بيك انت. اوكي؟ هي ما اعرف يعني ما اعرف تفكيرها شنو يعني حتى دراسه ما تريد ما في اي تفكير. انا بالقوه دا ادفعها للدراسه ما تريد نهائيا. اسمعيني كل مره تقول يا اريد ابطل، انا ما اريد ادرس، انا مو فالحه باي شيء هيك يعني. شوفي ساعة الولادة كلش مهمة، لذلك في اقترانات مع حالة الارتفاع لعطارد راح يشكل شيء يعني له علاقة بوضعها. تفهمين؟ راح يصير حياتها متأرجحة. هل معقولة قدرة الله انه لا، ما هو هي الافلاك تلعب دور بحياة الشخص مع ساعة الولادة في الارتفاعات والانخفاضات يكون مدى تأثير التمرد عندها وحالتها. تعرفين شنو؟ اسمعيني. تسمعيني ست اشراق؟ اي حبيبي. هنا انت عنصر، هي طبعا بعد ال 25 اسمعيني ايش راح تصير، بعد ال 25 هذه الانسانه راح تكون ودوده جدا، حالات التمرد الشديده راح تنخفض عندها بطريقه غير اعتياديه، ليش؟ بلوتو راح ينتقل في 24 ثم يرجع وين للجدي، بعدها يستقر هنا، ايش راح يصير؟ انا افسر لكم الحاله حتى لا اروح لله لان يا ست اشراق حقها علينا. يستمر 17 سنه هناك، ال 17 سنه هاي المولوده راح يتغير حياتها وتكون انسانه جدا هادئه بفعل هذا الفلك اللي راح يسيطر حركه وسيطره غير اعتياديه على الافلاك، هي راح تتاثر تمام؟ وبعدين لا تنسين هذا هو المريخ جالس في بيتها تمام؟ راح ينتقل ان شاء الله من الجوزاء يوم 25 اذار مارس في السرطان. بعدين النقضيه وحديث وتوقعات عن هذا الموضوع.
فقري عينا، واذا تحبين تطلبين من عندها شيء لا تقوليها فلان شيء، قولها والله انا اشوف لو ايش قد حلو لو واحد هيجي، شوفوا بيت فلان ايش قد حلو، باع فلان ايش قد، انت تمني الاشياء قدامها، تمني الاشياء. هنا هي عنصر الانا الذات راح ينهض لحتى يسمع افكارك. ايش تبقى؟ يبقى العقل الباطن، هذه الطاقه، انا احكيش على الطاقه، عقل الباطن يحبس ويسجل فقط الكلام اللي انت راح تقولينه، ما يخالف ما يخالف، انت دا تتابعيني تمام، وارجعي مره ثانيه راح تشوفين. طيب شو اسوي متابعينا؟ مو انتم كلكم راح تزعلون، كلكم راح تزعلون مني اذا ما افسر. يلا روح لي الو اخر. الو مرحبا. الو مرحبا، يسعد صباحكم. بعد عمره شنو العين؟ منو معانا؟ ابتعدوا من التلفزيون، اسمعونا من الهاتف. انا افراح بثنين. افراح يسعد صباحك فروحه. بعد عمره شنو قلبك؟ يا عيوني فروحة، وين أخبارك دادة؟ مختفية ليش؟ والله قلت لي اتصل عليك وما اتصلت عليك. أنا قلت؟ إي والقرآن، أنا قلت عليك سنة الأربعاء 22 يوم اثنين، ويوم السبت 25 اثنين. ها تمام تمام. قلبك 380 حصلت اتصال موالدة اثنين. يلا أمر تأمرين عيوني ست فروحة، والله الود واتصالات كثيرة، يعني ما تأخذونها. ما يامر علي ظالم يا العزيزة، أنا موالدة اثنين. إي شهر السادس يوم اثنين. 2000؟ شهر السادس يوم اثنين عن نصيب. طيب 2000 شهر السادس؟ عن نصيب. ايش قد بالسادس انت؟ اي شهر السادس يوم اثنين. نقول 2/6 انت؟ اي نعم. طيب يلا فروحه، انت من مواليد الجوزاء فروحه. نعم عن نصيب 600 قران واقفه وياي حيل، واقفه توصل للحلق وتروح. اي والله انا اقول لك ليش واقفه وياك؟ تعي فروحه. فروحة يعني أنا منك كلش أتباهى اسمي أفراح أو فرح، تدرين ليش؟ اسم الطاقة أفراح عندك غير اعتيادي، أنت طاقتك كلش حلوة معايا؟ إي معك. فروحة يوم 25 آذار مارس بهذا الشهر راح ينتقل المسبب لك المشكلة، يعني قاعد في بيت العلاقات عندك هذا المريخ راح ينتقل، شوفيه بالسماء عالي عالي مبين العالم كله تشوفه، وقت المغرب وقت الزوال راح تشوفونه كلش واضح. فهذا يوم 25 اذار مارس يطلع منك، تعالي ابشرك بشائر حلوه لكل مواليد الجوزاء. اوكي راح يطلع من يمك، وين يروح بالسرطان تحت منك؟ راح يدعمك على صعيد الاخبار الايجابيه للقران والزواج والانجاب وحتى لشراء المنزل. ايش رايك؟ اكو شراء منزل؟ اي ممكن يكون هذا الشخص اللي جايك معاه منزل او مسكن وهو رايح يشتري لك، الله اعلم. اذا متابعينا الكرام فاصل قصير وبعدها راجعين وياكم حتى نكمل معاكم فقرتنا الصباحيه. متابعينا الكرام وبعدنا متواصلين وياكم فقرتنا الصباحيه الابراج، وطبعا اكيد مستمرين في استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، ونستقبل اتصال هاتفي اخر ايضا. ادو الو الو يسعد صباحكم. صباح العافيه، الصوت مو واضحني، مو واضح معايا. حبيبتي منو معانا؟ انا ام زينب. ام زينب وياك. ام زنوبه 100 هلا 100 هلا بيش. ام زينب غيري لي مكانك، كلش مشتاقه لك، يلا غيري مكانك. غيرت غيرت شلونك؟ ام زنوبه ام زنوبه والله مو سامعتك، غيري مكانك. غيرت شلونك؟ شلونك ام زنوبه؟ شخبارك؟ عساك بخير؟ بعد قلبك بخير شلونكم؟ فدوى لقلبك عيوني ام زنوبه، والله مشتاقه لك خيه، وين اخبارك؟ بعد قلبي دارك وين؟ أكثر. وين؟ بعد عمر والله هنا بهالدنيا هاي. خير يا رب، خير وبركه. عيوني شلونهم البنات؟ شخباركم؟ حبيبتي حبيبتي. اي ام زنوبه شلون اساعدك؟ مولودة الأسد وزوجي مولود الثور، قلت عليها. إي مولود الثور. ما يتوصل للحلق يقول أجي وهاي وما يجي، أتعرف السبب ليش؟ يلا. يلا تعي خليني أقول لك السبب، تعي. بعد فيما يخص الأسد لإناث الأسد ولذكور الثور. بعد عمري إي. يعني أنا يفترض أزف لك أخبار إيجابية، ويفترض كل ما يصير حدث قاعد أبلغكم ودا تشوفون أنتم الحدث، أنه تبدي بدايات لكن ما تتم البدايات. طبعا بفعل حركه الافلاك او بفعل يعني هذه الاخبار. أيوة اللي والله ما يسوى قلت لي راح اخابره، قلت لي خابري سوى بيوم خابرته. اي
ايش سوى؟ قلب زين عليها قلب يوم قلت له دق علي ليش؟ ايش سوى وايش عمل؟ ليش خيه؟ علي من؟ ما ادري والله قام يصيح ويقول للبنات بس البنات لا يرضى يجينا ولا حد. طيب اسمعيني ام زنوبه ما يخالف، تدرين مولود يعني ذكور الثور عندهم مشاكل شوي تاثروا بالفتره الاخيره، يعني كانت عندهم مشاكل، لكن رغم المشاكل معاهم ارزاق حلوه، ولا زال مولود الثور محلق بارزاق جدا ايجابيه وممتازه وزينه وفي رزقه حلوه، وكانه مغير هذا المولود ام زينب، كانه مغير عمله، كان في رزقه حلوه جايته، لكن عموما اطمني وطبي خاطرا ان شاء الله. يوم 25 اذار مارس هذا اللي احنا هسه الان اليوم مش قد احنا بي اثنين، احس بي انه المريخ راح هو عامل يعني مشاحنه كلش قريبه، يعني هو على مقربه حيل مع المولود الثور، لذلك نشوف ارتفاع المريخ في الجوزاء اعطى للثور مال توفيق وحظ، اوكي؟ يعني علال الحظوظ ومشال الاحوال والامور بخير ما يرام، تمام؟ يعني كان فاقد منزل، كان فاقد أولاد، كان فاقد أحباب، كان يبحث عن مسكن لتكوين حالة، تكون الحال عنده وعنده رزقة حلوة والله سبحانه وتعالى أعطى، وهو اشتغل على نفسه والله ساعده. هسه الفترات القادمة وطبعا هذا كلها بفعل راهو اللي في العقرب، أوكي؟ هسه هذه الفترات القادمة يوم 25 آذار مارس راح يصلح له، لأنه هو راح يخرج من دائرة المواجهة، راح يبطل يواجهه، هذا هو مواجهة كل شوية قريب شيء، وين يأثر على نوع العلاقات والارتباطات، يعني مواليد الثور كل اللي عندهم عوائل فاصلين من عندهم هو سببه المريخ المرتفع، من يرتفع إنه بينطي بعد أكثر تصدع لنوع العلاقات الاجتماعية بين الأهل والأصحاب والناس، فإن شاء الله أم زينب راح تكون بيش الساعة، راح تكون بيش الساعة في يوم 25 آذار مارس سادسة مساء ينتقل أخبار إيجابية وحلوة لمواليد الأسد والثور قولا واحدا. يلا نروح إلى ألو آخر. ألو مرحبا، يسعد صباحكم. أنا أفراح بسمية. أفراح رجعتي من جديد؟ إي نعم. إي لا تقولين مو محظوظة فروحة خية، لا تقولين مو محظوظة، هاي رجعتي مرة ثانية. إي أحكي لك عن برج الجوزاء. حبيبتي إذا كنت متابعتني واني بعدني دا احكي لهاللحظه عن مولود عن مولود الجوزاء اللي هو بيتك برجك، يعني حاكم بيتك الاساس اللي هو عطارد ارتفع في منزله مائيه، يعني كل ما هو خير، تمام؟ وايضا الشمس عامله مقابله حلوه لسه يوم 25 من نصيب. لا اي والله انت تفهمين انا شنو قاعده اقول، فروحه ركزي وياي، يوم 25 راح تبدا عندك الحظوظ للنصيب خيه، هاي ارتاحتي؟ تمام اذا صار راح ادق بس. لا دقي اكيد تدقين، لانه هذا جايك ميسور الحال خيه وحليه، وبس دير بالك عليه، هذا يعصب عليك عاد تدبرين سالفتي، مو يعيط بيك ولا انك مبطله، ها بتقولي ها ما صارت هنا. ليش انا احكي هذا الموضوع؟ لانه هاي المواجهه الاخرى لمولود طبعا الجوزاء هم راح يصير عنده شويه حبشكلات، هاي من وين المواجهات؟ طبعا يوم ايضا 7 آذار مارس اللي راح يكون القمر وين؟ راح يكون القمر وين؟ عيني بالعذراء، يعني هنا الله الحافظ للكرة الأرضية هذه المواجهة للعذراء. بعدها فنروح ويانا أي أفراح؟ أكو يعني أكو عمل يعني ببيتنا؟ شنو؟ أكو عمل ببيتنا يعني؟ عمل ببيتكم؟ لا إيه؟ شوفي فنروحة، إحنا هسه هنا ما راح نطب بهاي المواضيع، تدرين ليش؟ مو أنا إذا أحكي أزعل خيي. فروحة ويا شنو احكي؟ لا فروحة احنا على الجو مباشرة بعرض الله وعرض، شنو نسولف احنا على الجو هسه؟ ما تبين ترهم بالتعليقات كتبي لي تصل علي والله قران، حتى مواقع التواصل ما عندي فيديو عينك تتصل علي. صار امر من عيوني والله فروحة، صار تأمري خطية فروحة والله متأذية متأذية فروحة، يعني هاي احنا نقول مثل ما يقول شوية مكرمة بعد البرنامج نرتب لك قضايا، ما يخالف صار تدللي أمر تتصلين علي؟ اي صار تدللي تمام. شكرا جزيلا لك متابعينا الكرام، وبيضة القبان هو الجوزاء، شلونكم عيوني جماعة الجوزاء؟ تدرون اكو احداث كلش حلوة راح تعمل لكم فرق، اولا جبرة خاطر، اثنين راح تشاورون بواحد تدرون ليش؟ دائما مواليد الجوزاء شامخين، يعني يجيب حقه بسكته، تمام؟ ها جبرة خاطر. اثنين زيادة راتب،
ثلاثة زواج، لا سفر ماكو، لا 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 اسمعوني خل اقول لكم قضية، سفر ما في حبايبي. ليش؟ لأنه يوم 7 آذار مارس القمر يكتمل. وين؟ وين يكتمل؟ وين عين يكتمل؟ بالعذراء. هنا يمكن العالم، يمكن العالم يشهد حدث مخيف، يعني حذر محاذير. هسه بهذا الحدث قبلها انا راح اقول لكم بعد كم يوم، بس ارجع للجوزاء اقول لي عندك حبايب الجوزاء. طبعا النساء الجوزاء في عيون عليكم كلش حلوين، الجوزاء عندهم عيون حلوه، يعني في شخص عينه عليك او انت حاطته في ميزان دتوزنين ايه ولا لا. هو في شيء مشروط، ربما يكون اتفاق بشيء مشروط بينكم انتم الاثنين، والله اعلم. لرجال الجوزاء أشخاص ربما عودة علاقات من الماضي، انتهى الموضوع وأكيد بالعودة مرة ثانية لزملائنا بالاستوديو، وحتى أنطيكم الكولكشن الجديد لحركة الأفلاك ومدى تأثيرها متابعينا الكرام، وأكثر وحصري وكلوزف من على شاشتنا. انتظرونا كل يوم صباح بالعودة مرة ثانية لزملائنا بالاستوديو، ونقول لكم باي باي.